قصف إسرائيلي يستهدف النازحين وارتفاع مستمر في حصيلة الضحايا، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وجرح جنود إسرائيليين جراء الانفجار. في الذكرى السنوية الأولى للحرب غارات جوية واشتباكات في السودان. البداية من قطاع غزة، حيث جدد الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين يحاولون العودة إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع. يأتي ذلك بينما تستمر الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والقوات الإسرائيلية في محاور عدة وسط القطاع. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل 68 فلسطينياً وإصابة 94 آخرين خلال 24 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 33,800 قتيل وأكثر من 76,400 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. على الجبهة الشمالية، يواصل الجيش الإسرائيلي وحزب الله تبادل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 4 جنود جراء انفجار مجهول المصدر وقع الليلة الماضية في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، فيما تبنى حزب الله تفجير عبوات ناسفة في المنطقة الحدودية. وفي سياق متصل، أصيب 9 أشخاص بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة صديقين جنوب لبنان. بعد هجوم إيراني بعشرات الصواريخ والمسيرات استهدفت إسرائيل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهم إن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني هذا اليوم، لكن مصادر الصحيفة أفادت بأن الرئيس الأمريكي حاول ثني إسرائيل عن الرد المتسرع. المسؤولون أكدوا أيضا أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وستعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة تجتاح الشرق الأوسط. في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في السودان، استهدف الجيش السوداني معسكرا لقوات الدعم السريع بغارات جوية في مدينة أم روابة الواقعة شمال كردفان غربي البلاد، كما قصفت مسيرات تابعة للجيش مواقع أخرى لها بحي المعمورة جنوبي مدينة الخرطوم. يأتي ذلك فيما قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على كامل محلية مليط شمالي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد اشتباك مع الجيش السوداني. بالتزامن مع ذلك، افتتح في باريس مؤتمر دولي حول السودان وسط آمال بإحياء التعبئة بشأن أزمة منسية ذات عواقب إنسانية كارثية ومخاطر جيوسياسية كبيرة. وفي خبرنا الأخير، وبعد يومين فقط من الهجوم بسكين في مركز تجاري شرق سيدني في أستراليا أدى إلى مقتل 6 أشخاص، أصيب 4 أشخاص بجراح بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة. وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة عندما اقترب رجل من المذبح وطعن الكاهن بسكين، ما أثار الذعر بين الحضور الذين بدأوا بالصراخ، بينما أعلن متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على منفذ الهجوم.